إذاعة هوا تورونتو من أونتاريو. الآن حان موعدكم مع الفقرة الدينية لصلاة المغرب ومدفع رمضان، تلاوة مباركة نستمع إليها خاشعين. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Oh.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلو بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا
حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع فلا تظلم نفس شيئا
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، هذه الفترة تأتيكم على هوا تورونتو من كندا، ويمكنكم متابعة كافة برامجنا على الموقع الإلكتروني mysecondhometv.com، كما يمكنكم متابعة كافة برامجنا على منصاتنا عبر التواصل الاجتماعي هوا تورونتو. هوا تورونتو هي صفحتنا على الفيسبوك وعلى الإنستغرام. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا.
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة تأتيكم من هوا تورونتو في كندا. أخوة الإيمان، لا تنسوا إخراج زكاة الفطر قبل انقضاء شهر رمضان المبارك حتى يثبت الأجر إن شاء الله. إخوة الإيمان، الآن حان موعدنا مع فقرة الابتهالات والأدعية بصوت الزميل حازم طه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إخوة الإيمان، نحن الآن في انتظار انطلاق مدفع الإفطار إيذانا بانتهاء يوم آخر من أيام الصوم الكريم. مدفع الإفطار يأتيكم حصريا على هوا تورونتو. وانطلق مدفع الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة تورونتو وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تورونتو وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تورونتو وضواحيها وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هذه الفقرة الدينية تأتيكم على هوا تورونتو. فريق عمل هوا تورونتو يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا ودعاء مستجابا. رمضان على هوا تورونتو. جولتنا الليلة في بلد معروف لديه 8 من أعلى 10 قمم في العالم، لا يتمتع بأي موانئ ولكنه يستقطب ملايين السياح كل عام. هذه الدولة تعد من أفقر الدول وأقلها من حيث التنمية الاقتصادية، لذا يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر. تقع هذه الدولة في شمال آسيا في مساحة بين الصين والهند، وهو ما يميز سكان هذه المنطقة. من أهم محاصيله الزراعية الأرز، وصورت فيه العديد من الأفلام السينمائية العالمية. فما هي هذه الدولة؟
هذا البرنامج يأتيكم برعاية كاييم ميديترينيان كويزين 905-812-0078. مكتب زيونة للمحاماة لكل حوادث السيارات والانزلاق والإعاقة والدعاوى التجارية 416-622-HELP. عادل الفطاطري سحور رمضان مع الفطير المشلتت 905-826-7676. Trinity International School من أفضل المدارس الخاصة من Grade 7 إلى Grade 12 416-820-770. ابتهال وحدان بروكر EXP Realty Brokerage، كل احتياجاتكم العقارية الخبرة والثقة 647-685-5085. زلابيا كنافة في كوباية والرز باللبن لكل الصائمين 905-820-7700. المحامي مينا إبراهيم مستشار الهجرة الكندي المعتمد، كل قضايا الهجرة واللجوء والمخالفات المرورية 647-771-9488. إيمان ميخائيل لكل ما يختص بالقروض العقارية بشروط مميزة من RBC 647-781-8486. إيفام كندا، تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتدفئة وإمكانية التقسيط المريح وخصم الحكومة 416-876-0911. بلسم تهيني، أفخر أشهى أنواع الطحينة والقهوة والحلويات والمكسرات والزيوت الطبيعية الطازجة يومياً 647-497-7700. رمضان على هوا تورونتو. رمضان على هوا تورونتو.